أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. منذ انفصال الثنائي الأشهر من مشاهير تركيا كرم بورسن وهاندا أرتشل، لم يهدأ جمهور الثنائي من تبادل الاتهامات والانتقادات لبعضهم البعض، وعادت التعليقات حول سبب انفصال الثنائي بعدما قام الحساب الذي أسسته هاندا أرتشل لكلبها أوزول في عام 2021 والذي تابعت فيه حبيبها آنذاك كرم بورسن، حيث قامت ليلة أمس بإلغاء متابعة كرم بورسن من هذا الحساب ونشرت هذه الصورة لكلبها، وكذلك قامت بغلق التعليقات على هذا المنشور الذي كان مصحى مع كلب كرم هيكتور. هل برأيكم إلغاء المتابعة كان من الضروري؟ أم إنه ليس وقتها الآن؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.